طبعا تويتات او تويت متعلق باجمل هدف من الاهداف الاربعه على هاشتاج الاهلي خط احمر، عشان نشارك مع حضراتكم اول تويته لمحمود ابو بكر بيقول: الهدف الرابع ملعوب اكتر من 17 تمريره، تحرك من غير كره اخر دقيقه واللاعبين في اعلى تركيزهم والبديل بيطمنك انه زي الاساسي. فلسفه. عمرو مصطفى بيقول جون معلول الثالث لان كان في ذكاء من اللاعب اولا بدخوله في منطقه الضعف في التشكيل الزمالك واستغلال الفرصه وتعزيز المكسب. ثانيا قبل الجون بدقائق اشار كولر اللاعبين بتدوير اللعب في منتصف الملعب، وفعلا الجول جه من التعليمه دي بعدها بدقائق. عندنا عبدو اند مالك، يعني الجول الثاني لوحات من وجهة نظر أجمل جول، خبرة حسين الشحات، دقة التصويب، المهارة الفردية. زينب السيد: الهدف الرابع لشريف المخيف، وهي كده متفقة معي. خلي بالك التصويت كله الهدف الرابع. لا أنا أصلا ما مقتنع بالهدف الرابع، أنت قلت التاني. طب احنا لا أنت قلت التاني حسين الشحات، هتتراجع دلوقتي؟ قلت لك الأول شريف، وقلت لك رغم إن جون حسين الشحات الإعدادي بعت لنا الهدف. احنا نرجع فار. الأربعة أحلى من بعض، لكن هدف شريف الأفضل لأنه ملعوب والكرة اتدورت فيه، حتى الشناوي شارك في تدويرها. ده طه طلب. طبعا يعني إيه، واضح جدا إن هدف شريف، وأنا فرحان بصراحة لهدف شريف. مامت سيف. بتقول كلهم احلى من بعض، والله الصوره اللي احلى ما في التعليق، بس هدف شريف بالكعب حاجه تانية، خصوصا انه متخصص في حراس الزمالك طبعا، وراحت جايبه بقى حراس الزمالك الاهداف اللي دخلت فيهم 3 في عواد، 1 في محمد صبحي، و2 في جنش، 1 في ابو جبل، بتساوي 7 اهداف. ونظره نظرة مخيفه شريف. من شريف. لا مش مخيفه. حلو التعليق. هنمشيها نظره لا مخيفه. لا دي لو جات لك في الحلم دي وانت زملكاوي تبقى صعب. طيب دي نظرتها انا دي المره. انت مخلي الناس تدلعك. لا والله مش بتاعتي دي. عباس بيكهام بيقول: بدايه حلقه ناريه من الاهلي خط احمر مع فرسان النادي ودروعه الفولاذيه، الاساتذه الكبار احمد اسامه ومحمد فارس، كل التوفيق دايما يا رب. ده بالنسبه لنا يعني بصراحه يعني شكرا ليك. محسن صديق بيقول: اجمل هدف الهدف الرابع، ماشي كل الفريق شارك فيه حتى الشناوي كان ناقص، بس عم حارس شارك برضه بس بقلبه. هل معانا تويتات تاني؟ لا هو كان المفترض تكتفوا بنظرة أحمد أسامة بعد نظرة محمد شريف. الإعداد لو بيظبط يظبط صح يا جماعة، عشان القصة كده مش تمام. أنا مع هدف شريف. وأنا مع هدف شريف من البداية. يعني احنا هنرجع فار يا ابني. بعد الحلقة هنرجع فار. لا أنا قلت الأربعة بصراحة. أنا بالنسبة لي الأربعة حلوين، كل أهداف الأهلي. والأربعة كمان يعني قفلت الماتش بشكل حلو الحقيقة يعني.